دي عندنا قصة سهلة كده يا دكاترة بعد موضوع التي بي، موضوع السيفلس. والسيفلس هو مرض اللي بالعربي يسموه مرض الزهري، وهو مرض سيكشوالي ترانسميتد او فينيريال، يعني مرض بينتقل جنسيا. المرض ده طبعا ما عادش منتشر دلوقتي، مش موجود دلوقتي في العالم كتير. ليه؟ بسبب ظهور الانف فيروس، لان البكتيريا اللي بتعمل سيفلس بتستجيب بسرعه جدا للبنسلين. طيب ايه علاقه السيفلس بالشطشطه بتاعنا؟ ان السيفلس واحد من الامراض برضه اللي بتعمل جرانيلوما، يعني بيعمل تجمع للخلايا. السيفلس يا دكاتره لما بيجوا يعرفوه يقولوا ايه بقى؟ السيفلس بيقول لك ان السيفلس كرونيك فينيريال كرونيك. شطشطه الجرانيلوما جرانيلوماتس. فينيريال، وكلمه فينيريال معناها كلمة فينيريال معناها ايه؟ سيكشوالي ترانسميتد، يعني مرض ينتقل جنسيا. يبقى السيفلس هو كرونيك جرانيلوماتس فينيريال ديزيز كوزد باي بكتيريا، اسم البكتيريا او نوع البكتيريا بيسموها تريبونيما. اسمها ايه يا ولد؟ تريبونيما باليدم. اسمها تريبونيما باليدم. هذه البكتيريا ده شكل من اشكال البكتيريا اللي ممكن تعمل انفيجن. دي بتخترق من سيد تجيب خايبه اللي ما كانتش بتفرز توكسين. ونان موتايل ده دي بكتيريا قويه جدا وتقدر تعمل انفيجن جدا. ولذلك يا شباب اول طريقه لانتقال العدوى بتاعت التريبونيما باليدم، اول وسيله هي الكونتاكت. والكونتاكت المقصود الجلد في الجلد. فممكن يحصل الكونتاكت قاضيا تنتقل جنسيا سيكشوال كونتاكت. سيكشوال كونتاكت او ممكن تنتقل اكسترا جينيتال، يعني جينيتال او اكسترا جينيتال. اكسترا جينيتال ممكن تيجي اللبس او ممكن تيجي في التانج او تيجي الجينيتال اورجنز. خلاص يبقى عن طريق الايه؟ الكونتاكت. دي الطريقه رقم واحد. الطريقه رقم اثنين، ممكن البكتيريا تنتقل عن طريق الدم. بلاد ترانسميشن. وتنتقل عن طريق الدم يبقى مش شرط حقنه. تنتقل عن طريق الدم ممكن بلاد ترانسفيوجن. وطالما تنتقل عن طريق الدم يبقى اذا بتنتقل من الام للطفل عن طريق ايه؟ البلاسنت. يبقى انا عندي اول طريقه كونتاكت، ثاني طريقه خدناها مباشر عن طريق الدم بلاد، ثالث طريقه بتنقل من الام للطفل عن طريق كونجنتال او ترانس بلاسنتال، وده بيعمل حاله اسمها كونجنتال سيبس. يبقى البكتيريا اسمها ايه تاني؟ تريبونيما باليدم. والمرض فينيريال يعني سيكشوالي ترانسميتد. طرق انتقال العدوى ثلاثه. رقم واحد ايه؟ كونتاكت. والكونتاكت ممكن يبقى جينيتال واكسترا جينيتال. الطريقه رقم اثنين بلاد. الطريقه رقم ثلاثه ترانس بلاسنتال او كونجينيتال من الام للطفل. طيب بعد ما شفنا طرق انتقال العدوى، اولا السيفلس يا دكاتره غير ان هو بيخترق الانسجه بيعمل هارد اميون ريأكشن. بيعمل اميون ريأكشن يعني بيستفز الجسم. بص يا دكاتره، اي مرض في شطر الجرانيلوما يبقى اميون ريأكشن. لان الجرانيلوما ما هي الا اميون ريأكشن. رد فعل من الجسم وخلايا الجمع. طيب يقوموا يقسموا السيفلس لايه بقى؟ يقول لك ان السيفلس عندنا في نوع اسمه اكوايرد سيفلس. اسمه ايه؟ اكوايرد. اكوايرد يعني جاله هو كبير. يبقى جاله ازاي؟ يا اما سيكشوال يا اما بلاد. والكونجنتال ترانس بلاسنت. يقوم يقسموا عيانين السيفلس، واحد جاله سيفلس وهو كبير وطفل اتولد بسيفلس كونجنتال سيفلس. دول نوعين السيفلس اساسيين، اكوايرد وكونجنتال. الاكوايرد سيفلس فيه علامات عامه او رياكشن جنرال بيحصل في الجسم في اي حته بيجيلها السيفلس. ثم يدخل مريض السيفلس في ثلاث مراحل، ممكن السيفلس يقعد معاه يعدي اكثر من ثلاث اربع خمس سنين. ولكن اي رياكشن في السيفلس في الجسم كالاتي: المنطقه يا دكاتره اللي فيها بكتيريا بتبدا خلايا الجسم تتجمع مكان وجود البكتيريا. مين الخلايا اللي موجوده؟ كل الخلايا. كله ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج. والماكروفيج لما بتكبر بتدينا ايه؟ ابيثيليويد. ما طبعا عشان جرانيلوم. والابيثيليويد لما تلزق مع بعضها وتعمل فيوجن تدينا مين؟ جاينت سيل. ومين اللي بيحوطوا دايما الجرانيلوم عشان يعملوا هيلينج؟ فايبروبلاست. يبقى كل الخلايا موجوده، كله معزوم على الفرح، والناس كلها اتلمت.
انما هذه الخلايا ما بيحصلش فيها كازيشن، ما بيحصلش رياكشن كازيشن، لان الانتج مختلف وطريقه عرضه على الليمفوسايت مختلفه وطريقه تجاوب المناعه بتتجاوب بطريقه مختلفه. مفيش هنا كازيشن. يبقى انا عندي جرانيلوما او سيلولا رياكشن مكون من كل الخلايا، ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج، ايبيثيليوي، تراك، كلهم يعني ما عدا الليمفوفيليا كويس وفايبروبلاست. جميل. ولكن المشكله في ايه بقى؟ يقول لك ان دايما بتحب البكتيريا تعيش في الدم. بتعيش فين؟ في الدم. فلما تعيش البكتيريا في الدم بيحصل برضه رياكشن في البلاد فيسل، فتحصل التهابات عنيفه جدا في جدار الاوعيه الدمويه. وهذا الالتهاب العنيف في جدار الاوعيه الدمويه بيعمل البروليفريشن للانتما. عارفين الانتما يا دكاتره؟ اللي هي الطبقه اللي جوه ولا اللي بره؟ الانتما اللي جوه. فيبدا يحصل التهابات والبروليفريشن للانتما وتليف في الانتما. ومن الاوعيه الدمويه دي اللي بيسموها في الكرونيك، وعلى فكره ده بيحصل في اي بتاع مسلم مش حاجه جديده على الجديده في السيرفس مش اول مره نشوفها يعني، اللي بيسموها انت ارترايتس فاولسس. يا سلام. بس هي بيحصل بدري شويه يعني، بيحصل ممكن في اول اسبوع، انها في التهابات المزمنه بيحصل متاخر جدا. تمام. فهنا عندنا ممكن يحصل ايرلي انت ارترايتس فاولسس، انها بتعيش داخل الاوعيه الدمويه وبتعيش جوه الاندوثيليوم، فتعمل التهابات في الجدار، والتهابات الجدار يحصل لها تليف ويحصل فيبروز وتهبل. النتيجه ان كميه الدم اللي واصله للانسجه بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. يبقى النسيج بيعيش ولا بيموت؟ بيموت. ايه نوع النسيج؟ نوع اكيوليتد. برافو عليك. خد بالكم ده سؤال مشهور قوي. هيقول لك التي بي نوع ايه؟ كازيشن. ولكن في السيفلس ما بيحصلش كازيشن في السيفلس. اي نكروزس في الدنيا لما يحصل بكميات كبيره هيهيل باي ايه؟ فايبرز. وهل ايه كمان؟ يبقى اذا القصه كالاتي: شويه التهابات في التيشو، شويه التهابات في الاوعيه الدمويه تعمل اند اكلاس اوف نكلاس بروليفريشن بلاد فيسل وفايبروزس. ضيقنا الاوعيه الدمويه يبقى نسيج بيموت، نسيج بيموت يبقى الجسم يبدا يصلح ويعمل هيلينج باي فايبرز. هو ده الرياكشن اللي بيحصل يا دكاتره في اي حته في الجسم في السيفلس. ما بيعملش اكتر من تاخر. لا كازيشن ولا اختراق ولا كلام، مفيش خالص دي خالص، هو ده اخر السيفلس. طيب بس طبعا يا الفكره بقى تلاقيه فين؟ الفكره انت هتعمل تلاقيه وتموت مين؟ ايه النسيج اللي هيحصل فيه هذا الرياكشن؟ ده ممكن يجي الكلام ده في انسجه مهمه جدا. طيب نيجي نتكلم على مراحل الايه؟ الاكوايرد سيفلس. بصوا يا شباب معايا كده، الموضوع سهل جدا جدا. العيان الدكاتره اللي عنده سيفلس بيمر بثلاث مراحل. ثلاث مراحل المرض. أول مرحلة اسمها برايمري، يبقى الثانية اسمها إيه؟ سكندري، يبقى الثالثة اسمها إيه؟ تيرشري. يبقى عندي ثلاث مراحل للسيفلس. المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة. خلوا بالكم من حاجة مهمة جدا. اللي في التي بي لما بنقول برايمري تي بي وسكندري تي بي، إيه المقصود بالبرايمري وسكندري في التي بي؟ أول مرة وثاني مرة، عندي مناعة ما عنديش مناعة. انما المقصود بالبرايمري وسكندري وتيرشري في السيفلس خطوات سلم. السلمه الاولى، السلمه الثانيه، السلمه يعني هيحصلوا كلهم. ده السيناريو واحد ورا بعض. سيكونس. فانا عندي برايمري سكندري تيرشري دي مرحله. اول مرحله يا دكاتره بتحصل بعد اسبوعين. افتر تو ويكس. رقم اثنين. بعد اسبوعين من الايه؟ من العدوى. ثاني مرحله يا دكاتره بعد شهرين. افتر تو مانس. رقم اثنين. يبقى ثلاث مرحلة بعد ايه؟ بعد سنتين. افتر تو ويكس. يبقى البرايمري بعد اسبوعين، السكندري بعد شهرين، التيرشري بعد سنتين. يعني معنى كده ان المرض ده مزمن او مزمن قوي. بقول لك ان في حاجات هتظهر بعد سنتين من العدوى. يا بعد سنتين. يبقى عندي ثلاث مرات. اول مرحله يا دكاتره بيسموا اول ليجن بيظهر في جسم العيان اللي هو غالبا اتعدى عن طريق سيكشوال كونتاكت، يظهر عنده كتله عاليه في الجلد بتاع الجينيتال اورجان او اكسترا جينيتال. هذه الكتله بتحتوي على خلايا وانسجه ميته وتليف اللي احنا قلناهم. الكتله العاليه الصلبه اللي اتكونت في المكان بيسموها شانكر. سوي شانكر بيسموها شكر. الشكر ده عباره عن ايه؟ عباره عن بابيول. وكلمه بابيول يعني عاليه ولا فلات؟ عاليه. طيب خد بالك ان البابيول
البابيول بتاعه السيفلس العيان مريض اتكون عنده في الجينيتال اورجان ميل او فيميل بابيول. عارفين مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها بينلس. طب وهي دي مشكله؟ اه مشكله. كون انها بينلس وهي انفكتيف يبقى اذا المريض ده مش اولا مش هيكشف، ما عندوش مشكله، حاجه عاليه وخلاص. ثانيا انه ممكن يعدي السكشوال انتركورس عادي، ما عندوش مشكله لانه نو بين، فيعني يبقى العدوى بتنتقل عن طريق الشنكر ده لانه بينز. هي لو كانت بينفول ما كانش هيحصل سكشوال انتركورس، وكان المريض هيحس بالمشكله او يتالم منها فهيروح يكشف وتعالج. ولكن بقاء هذه المشكله وتطور المرض من مرحله لمرحله سببه الحته دي انها بينز. طب هي ليه بينز؟ لان النسيج ايه؟ نسيج ميت. هي كتله من النسيج ميت وفي شويه التهاب حوالين خالص. فنسيج ميت ده بيقول يا دكتور يعني نسيج ميت. هي عاليه لان في انفلونزا. لا انا بقول بابيول يعني. بابيول الفيتد الفيتد ليش؟ الفيتد الريش. اه. فهي شانكر ولكن يا دكاتره بيمس بابيول. طيب. طبعا نسيج ميت الجلد هيفضل في مكانه ولا هيقع؟ هو الجلد لما يموت هيفضل في مكانه؟ يقعد يعمل ايه؟ اكيد هيقع، ولما يقع يعمل ايه؟ طبعا انصر بقى يبقى هايلي انفكتيف، ده انت منك البكتيريا على طول، معديه جدا هذه القرحه، معديه جدا في اي مكان بتظهر فيه، سواء ظهر جينيتال او اكسترا جينيتال في الشفايف او في اللسان او في الوش او في اي مكان، معديه جدا جدا جدا، بينتقل عن طريق اللمس. لمس بس بينلس، كله بينلس، نسيج ميت، حتى القرحه بينلس، نسيج ميت، نسيج ميت، مفيش اي احساس في الحته دي خالص. خلاص يبقى العيان عنده في البدايه شنكر عباره عن بابيول وتش سبينس تتحول الى ألسر، وبعد كده الدكاتره يحصل لها هيلينج، يحصل هيلينج مع الوقت. يقول لك يعني مش كومن قوي انها تعمل سكار جامد او شكل وحش، لان غالبا البكتيريا بتسيب المكان وتروح للدم، ويبدا الجسم لو الابيثيليوم دوت بدا الدم يتحسن يبدا يعمل ريجنريشن. مش من الشائع انها تعمل يعني سكار او تشوه، يعني غالبا من الاخر كده العيان مش زعلان من حاجه، عنده كتله كده اهوت عاليه وعينه عامله قرحه مش حاسس بيها، ما عندوش اي مشاكل. ويستمر المرض بدون علاج. فاذا استمر المرض دخل من المرحله البرايمري للسكندري، يبقى البكتيريا النهارده مش في الجينيتال بقى، البكتيريا في الدم. طبعا هي في المرحله دي بتكبر غدد من فوق، بتتنقل برضه بالليمفاتيك وتعمل ليه فلود لارج، الوايد ليه فلود تكبر. هتبدا البكتيريا توصل للدم. البكتيريا لما توصل للدم في البدايات تاثر على الاماكن السوبرفيشال السطحيه. قبل ما تتمكن من الانسجه العميقه من الاورجان بتبدا تشتغل سوبرفيشال بس. فيقول لك العيان ده الاعراض عنده بتبقى غالبا ميوكو يعني في الميكوزا، فيوتينيوس يعني في الجلد، اند ليمفويد يعني تبدا تاثر على الميكوزا والسكن والليمفويد تيشو. جميل؟ في الاعماق الدم كويس جدا مع احسن، لسه البكتيريا كمياتها ما تدوش مش بالكميات الكبيره اللي تقدر تنمط في الانسجه، فهي بيبقى التاثير سطحي في الاول. التاثير السطحي ده بيظهر ازاي بقى؟ ركز كده معايا. العيان ده دكاتره عنده اعراض من راسه لحد رجليه. اولا هنبدا نلاحظ ان شعر العيان ده بدا يقع. شعر الراس، شعر الحواجب، شعر الوش، شعر الجسم، اي شعر في الجسم ممكن يقع. ودي بيسموها الوبيشيا، بيسموها ايه؟ الوبيشيا. ليه الشعر بيقع؟ لان الاماكن اللي فيها سيفلس فيها نيكروزس وفيها فايبروزس، منابت الشعر نفسها بتموت، فيقول لك انا عندي ده شعر يقع. ادي واحد، ده ابسط حاجه خالص، ميل في ميل كله بيقع. في اي مكان هيجي في الليجن، يعني في اي حته، ما هو تخلي بالك ده في بلاد سبريد ممكن يجي في الراس، يجي في الحواجب، يجي في اي حته، اي حته في الجلد تصاب بهذا المرض هيحصل فيها الوش. ده واحد. اثنين، ان هنبدا نلاحظ في بعض اماكن في الجلد العيان عنده طفح في الجلد راش. عنده ايه؟ راش. بعض الاوعيه الدمويه دكاتره لما تلتهب ما بتلاقيش الفرق. بعض الاوعيه الدمويه الضعيفه بتاعت الجلد لما بتلتهب بيحصل التهابات في الجدار بتضعف وتفرقع. فيقوم تلاقي العيان ده عنده طفح جلدي في كل مكان. طفح جلدي في اي حته في الجسم يبقى عنده راش. يبقى بدانا من فوق الوبيشيا، نزلنا بصينا على الجلد لقينا عنده راش، وكلمه راش يعني طفح جلدي.
طبعا لو حصل الليجن في الميكوزا والاوعيه الدمويه بتاعت الميكوزا قفلت يبقى الإبيثيليوم من جوه هيقع، يبقى عنده ايه؟ ألسرز. احيانا تلاقي عنده ألسرز في اي ميكوزا، ميكوزا بتاعت ريكتر، ميكوزا بتاعت ماوث، ميكوزا بتاعت فاجينا، اي ميكوزا هلاقي فيها ألسر، بيسموها ميوكس باتشز. بيسموها ايه؟ ميوكس باتشز. لسه ميوكس باتشز يعني قرع. طيب نبدا ننزل شويه كده، هنبدا نلاحظ ان العيان ده عنده ايه كمان؟ عنده تضخم في كل الغدد الليمفاويه في الجسم. جنرالايزد ليمف نود انلارجمنت. ليه؟ لان البكتيريا منتشره في الجسم. يبقى ليمف نود انلارجمنت. كل اللي فيها فايده تكبر. طبعا البكتيريا موجوده في الدم بتستفز جهاز المناعه وتبدا الغدد الليمفاويه يحصل لها بروليفريشن وتكبر في اي مكان في الجسم. ايه كمان؟ ولكن الاماكن اللي في الجلد برضه اللي فيها الانفكشن، الجلد الميت يا دكاتره اللي مش واصل له دم يبان غامق ولا يبان ابيض؟ يبان ابيض. الدم لو ما وصلش للجلد يبقى الجلد فاتح بيل شاحب، يسموها ليكو. يعني ليكو ديرما. يعني ديرما جلد. يبقى العيان ده الاماكن اللي في الجلد برضه اللي فيها انفكشن الاقي فيها ليكو ديرما، الاقي بقع ابيض ميت هنسجم ايه؟ وممكن تلاقي في البالم والسول، انا عارف طبعا البالم والسول بيتميزوا ايه عن بقيه الجلد؟ بيتميزوا ان هم فيك سكن فيهم كيراتين كتير صح؟ طبعا كيراتين كتير، فبيقول لك لما الجلد يبدا يموت تلاقي الكيراتين ده بيقع. بيسموها ديسكويميشن. بيسموها ايه؟ ديسكويميشن. ديسكويميشن يعني يحصل تقشير، لان الجلد بدا يقشر. يبقى بلاقي في البالم والسول ديسكويميشن يعني عمليه تقشير للبالم والسول. ديسكويميشن. يبقى ليكوديرما وديسكويميشن. العيان ده بيبدا يظهر له في الاماكن المويست، مش بس كده ده بيبدا يظهر في الاماكن المويست. انتوا عارفين المويست اللي هي بيبقى فيها ميه، بيبقى فيها رطوبه. ها؟ اه الميوكوزا المويست يقول لك الاماكن المويست انتشار البكتيريا فيها اقل ولا اكثر؟ اكثر. الاماكن الجافه دايما الميه بتقلل انتشار البكتيريا بتزودها. فبيقول لك في الاماكن المويست الرياكشن بيبقى عنيف جدا. يعني بلاقي التهابات شديده قوي. فيقول لك الاماكن المويست تقوم تعمل تلاكيع زي مثلا الانال كانال، يلاقي الانال كانال طالع منها بولب او بوليبويد ماس، بالكي ماس، كتله لحم ضخمه جدا طالع من الانال كانال. او طالع مثلا من الفاجاين، او طالع من اي مويست سكن. المناطق المويست انفكشن فيها عنيف والرياكشن عنيف. بيسموا هذه التلاكيع كوندايلوما. سموها ايه؟ كوندايلوما. يعني ايه كوندايلوما؟ خدت كوندايل، ايه كوندايل؟ كوندايل يعني ايه كوندايل؟ كعبور. كوندايلوما يعني كعبور. حاجه كعبور ضخمه. ليتم. ليتم يعني فلات. كوندايلوما ليتم يعني حاجه مكعبره بس الاطراف بتاعتها فلات. مستويه خلاص؟ كوندايلوما تعرف تقول تاني كده بس السكند؟ يلا من فوق لتحت كده من الرسمه بتتكلم الرسمه. يبقى اول حاجه ناخد من الشعر فوق ايه؟ الوفيشيا. نبدا على الجلد نلاقي عنده باش بوكو السر اميوكس باتشز ليف نود جنرالايز انلارجمنت. بقع في الجلد بيسموها ايه؟ فتحه يبقى اسمها ليكوديرما. بص على البالم والسول الاقي تقشير اسمه ديس ديسكويميشن تقشير. واخر حاجه كلاكيع موجوده في الانال كانال اسمها ايه بقى؟ كوندايلوما ليتم القعبورة المبططة. خلاص؟ اللي هي بتبقى لارج بوليفويد بالكيز. ده بالنسبة للسكند ديستنس. مين عنده بكتيريا أكتر؟ برايمري ولا سكند؟ مين عنده بكتيريا أكتر؟ سكند. سكند عنده بكتيريا في الدم. العيان ده عنده كمية بكتيريا غير طبيعية. يقول لك العيان دوت ممكن الجسم يتقاوم شوية، البكتيريا تغلب شوية، يعني الدنيا ماشية. لو الانفكشن استمر لمده سنتين بدون علاج وبدون ما الاميون سيستم يكمل البكتيريا، يبقى البكتيريا هتكتر بكميات بحيث انها تقدر تدمر في الانسجه. فيبدا العيان يدخل في المرحله التيرشري اللي بتحصل بعد قد ايه؟ بعد سنتين. المرحله التيرشري يا دكاتره عندي احتمالين. يقول لك لو العيان الى حد ما مناعته معقوله، طبعا هو مناعته وحشه. اللي بيوصل للتيرشري ده وحش بس من احسن الوحشين يعني. احسن الوحشين يحصل له ايه؟ يقول لك الاورجانيزم او الليجن بتاع السيفلس يبقى لوكالايزد.
يعني يجي في الاورجن في حته واحده بس، او حتى لو في الاورجن في مالتيبل ارياز بس لوكالايزد، يعني السيفلس مش متواجد في كل النسيج. فدي بيسموها جاما. بيسموها ايه؟ جاما. وكلمه جاما جايه من جم. يعني جاما؟ لا لا عصام لبان. عامل زي اللبان. ايه اللي عامل زي اللبان؟ المنطقه الميت. ليه عامله زي اللبان؟ دي بتبقى لوكالايزد. ليه عامله زي اللبان؟ اقول لك ليه عامله زي اللبان. اولا لو عرفت تركيبها هتفهم زي اللبان ليه. اولا هي ممكن تبقى سنجل ولا مالتيبل. سنجل سوليتري او مالتيبل كده كده كذا حته كده ميت. اولا هي في النص في السنتر بتاعها. ايه نوع النكروزس؟ يبقى عندي في النص كواجيلات النكروز. حلو. بتحوط بايه؟ سيلولار رياكشن. ايه هو السيلولار رياكشن؟ اللي هم مين السيلز يا ولاد؟ اللي هم مين؟ الليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج، البكتيريويد، وي لاين وي فايبر بلاست. ايه وظيفه الفايبر بلاست؟ بتعمل فايبروس. يبقى انا عندي منطقه ميته حواليها خلايا، حواليها تليف كبسول من الالياف. لو انت جيت ضغطت على مكان ميت حواليه الياف، مكان ميت حواليه الياف، هتلاقيه الكونسيستنس بتاعته رابري. هتلاقي الكونسيستنس ايه؟ رابري. رابري يعني ايه؟ زي المنطقه زي اللبان. خلاص؟ يبقى اولا الكونسيستنس بتاعتها رابري، عامله زي اللبان. منطقه كده. لان النسيج ميت حواليه الياف. اثنين لونها زي لون اللبان ابيض. ليه لون المنطقه الميته الجامعه بيبقى لونها جريش وايت؟ ليه لونها ابيض؟ لانها ميته. مفيهاش دم. ولا اللي حواليها؟ فايبروس. يبقى بيلاقي كتله عامله زي اللبان بيضة رابري داخل النسيج. تحت الميكروسكوب ما هي الا كواجيلات النكروزس، حواليها السيلولار رياكشن اللي احنا شرحناه، حواليها فايبروس كابسول. سنجل ولا مالتيبل؟ يا سنجل يا مالتيبل. يقول لك لو احنا شفناها مالتيبل مثلا في اورجن زي الليفر. الليفر يا دكاتره كامله؟ اربعه. يقول لك هتلاقي ان الليفر بدل ما هو اربعه لوب بقى سبعه لوب. اربعه اصليين وثلاثه تقليد. كان دي لوب يعني. كانها بس مش لوب، هي حته ايه؟ بيته ومعزوله بالياف. ما هو انت اللوب معزول. فص متقسم، ده الليفر متقسم. في تقسيمه فوق التقسيم. يقوموا يسموه هيبار. يعني ايه هيبار؟ ليفر. لوبيتم. يعني ايه لوبيتم؟ متقسم. مالتي لوبيوليتد بس. يبقى المثال بتاعنا الهيبار لوبيتم اللي هو مالتي لوبيوليشن اوف ذا ليفر بسبب تكوين الجاما في الليفر. ده بالنسبه ده لو المناعه يعني مين ده الاحسن ولا الاسوء؟ ده الاحسن اللي هو اللي يعمل جاما. ده كويس قوي، ده حاجه زي الفل. لان العيان الثاني يا دكاتره اسمه ديفيوز. ده مصيبه، ده كارثه. ايه بقى قصه الديفيوز؟ بيقول لك اصل الديفيوز ده لو جه في السي بي اس عندك مثالين سي بي اس وسي ان اس. بيقول لك الديفيوز ده لو جه في السي بي اس بيجي في الاسندنج اورت. اول ما تطلع البكتيريا على طول من الدم من القلب يضخها يوم خبطه رشه في الاورت. اسندنج اورت ثراسيك يعني. تعمل ايه بقى؟ تعمل التهابات في جدار الاورت كله. جاما؟ لا. ديفيوز انفلاميشن وضعف في الجدار. جدار الاورطة يا دكاترة لو ضعف بسبب الالتهابات يجي له ايه؟ انيوريزم. بص بقى انا عارف. لا استنى بس، الموضوع كبير. لو حصل انيوريزم في الاورطة، انيوريزم يعني ايه؟ كلمة انيوريزم يعني ايه؟ يعني حصل فوكال دايلتيشن. مش انا عندنا يا دكاترة في فالف تحت، في صمام تحت اللي هو الاورتك فالف. لو الاورطة حصل دايلتيشن الجدار وسع، يحصل ايه في الفالف؟ هيدي. لو انا عندي الاورطة الجدار اهو وسعته كده اهو، الفالف دي ولا هيحصل له؟ ده هيحصل فالف برولابس. عارف ايه برولابس؟ مترهل. الصمام مترهل. انكومبتنس. يعني مشكله الاورطه الدايليتد انه هيبوظ الصمام بتاعه يبقى برضه دايليتد. يبقى عندي اورتك انيوريزم دي مشكله لوحدها، والفالف برولابس او الانكومبتنس دي مشكله ثانيه. في مشكله ثالثه كبيره جدا، ان الاورطه يا دكاتره التهابات الممتده في جدار الاورطه ممكن توصل لفتحة الكرونري. مش الكرونري ده طالع من الأورطة؟ لو امتدت التهابات الجدار لفتحة الكرونري ممكن ده كرونري، دي حاجة غلبانة خالص.
حاجه زنطوطه كده اهو، يقوم قافل فتحه الكورونري، يبقى العين سند سود. كورونري اوكلوجن ده ايه ده؟ ده مش انجاينا، ده مايوكاردال انفاركشن. ده لوحده يموت. يبقى مشكله السيفلس الديفيوز ان لما تبقى الاورطه دي في انهي اورطه؟ في الاسن الراسي. يعمل ايه في الاورطه؟ تعرف يعني قطاع واحد انهي ريسس، اثنين الراوز الكومبتنس او برولابس، وفتحه الاول الكورونري بس نارو. طيب تخيل بقى لو واحد عنده دكاتره ديفيوز سيفيليتك ليجن في سي ان اس، سي ان اس مش هيسيب حته في السي ان اس سليمه، هيضرب البرين. طبعا لو احنا قفلنا الاوعيه الدمويه بتاعت البرين يحصل ايه في البرين؟ بس تدريجيا يعني انت بتقفل كرونيك يعني مع الوقت اتروفي، يحصل له ضمور في المخ. لو حصل ضمور في المخ يا دكاتره يبقى العيان ده هيدخل في قصه اسمها جي بي اي. عارف يعني ايه جي بي اي؟ شلل المجانين، شلل المجانين هو اسمه كده جي بي اي، يعني شلل المجانين. جنراليزد باراليسيس اوف انسين، انسين يعني ايه؟ مجنون. شلل المجانين جنراليزد فرائس الشلل العام في الجسم، عين ده ما بتتحركش خالص، ضمور في المخ مش عارف يتحرك. جنرالايز فرائس اوف انسين، اي ان اس اي ان اي، مجنون يعني. جنرالايز فرائس اوف انسين، جي بي اي، بسبب ضمور المخ. طيب، وطبعا لو لما يضرب المخ هيسيب الميننجيتس، ميننجيو ماسكولار، يبهدل الميننجيتس، ممكن يحصل ميننجيتس. ضرب مخه من الانجيز هيسيب السباينال كورد؟ طبعا لا، هيضرب السباينال كورد خاصة البوستيريور كولم، العمود الخلفي من السباينال كورد. والعمود الخلفي مسؤول عن ايه؟ موتور ولا سنسيشن؟ سنسيشن. فيفقد المريض الاحساس خاصة الاحساس العميق الديب سنسيشن، فيدخل في قصة اسمها تيبز. تيبز ايه؟ تيبز هاتي لا تيبز سيبير ديزيز، تيبز دورسالس. تيبز دورسالس ده عيان بيضرب عنده الاسبوستير كولم، عمود الخلفي مضروب، فالعيان ده مش حاسس بالضغط. يعني ايه مش حاسس بالضغط؟ يعني ما عنده مش حاسس بالموقع، عارف الجي بي اس طوال، مش حاسس بالموقع، عنده بيسموها موتور لوكو موتور اتاكسي. لوكو موتور اتاكسي يعني اللوكيشن، حركة الموتور المتوافقة مع اللوكيشن مضروبة، هو مش عارف هو واقف ولا طاير ولا أنا فين ولا إيه، يعني الدنيا بايظة، مش حاسس بضغطه على الأرض. فبيجي له حركات كده لا إرادية، حاسس كأنه يقول لك أنا حاسس كأني طاير في الهواء، بيعوم كده. تمام؟ هو ده التيبز دورسالس. يبقى تاني. ها؟ السي إن إس تاني إيه؟ إيه مشاكل السي إن إس؟ يبقى واحد إيه؟ واحد إيه؟ جي بي أي، جي بي أي اختصار جنرايز باراليسيس اوف انسين بسبب ظهور المخ والمنجيز منجيو ماسكولار منجايتس والسباينال كورد بوستيريور كولم انضرب فهيجيله تيبس دورسالس. ده العيان الدكاتره اللي عنده اكواير سيفلس. طب يا ترى ايه قصه الطفل اللي بيتولد بسيفلس؟ عايز ايه كريم؟ عايز السلام. ده نوع البكتيريا نفسها سبايكس مش بس الله، يعني حاجه كده شكل البكتيريا. هو بيتكلم عن بكتيريا نفسها حلزونيه كده او دولبيه. بص يا ولاد، الكونجنيتال سيفلس احنا كلنا بنتكلم على مين؟ على الاكوار اللي هو مر بكام ستيج؟ ثلاثه. البرايمر كان اسمها تشانك، بين هيموفيتس بينس فابيو، بتقلب بانسر صح؟ بتحصل بعد قد ايه؟ تو ويكس. المرحله السكند، سكند اللي عنده مشاكل في الجسم كله، الوبيشيا وراش والسر وليمف نود وكوندايلو، بعد 2 مانس. المرحله الترشل بعد 2 ييرز، وده يا حلو يا وحش. الحلو يبقى يجيله جاما عامله زي اللبانه زي الهيبارو بيتا، يا اما وحش تبقى ديفيوز وده ضرب الاورطه او ضرب السينس. دول اكواير. مين الكونجنتال؟ طفل جاله سيفلس من طريق امه. عندي ثلاث احتمالات. يا اما الطفل يحصل ابورشن، يعني ابورشن ايه هو يموت انا موت، او ستيل بيرث، يعني ستيل بيرث يموت برضه.
أنا الفرق ايه الفرق بين الابورشن والستيل بيرث؟ يعني ده مات قبل المواعيد وده مات بعد المواعيد. ايه المواعيد اللي هو كام؟ اللي هو لسه هو برضه ها؟ الابورشن يعني وفاه الطفل قبل 20 اسبوع قبل 5 شهور. والستيل بيرث هي وفاه الطفل بعد 5 شهور. لو مات قبل 5 شهور يسموه ابورشن. يعني لسه ما اتكونش قوي. لو مات بعد 5 شهور يسموه ستيل بيرث. هما الاثنين ماتوا وهما الاثنين اتجوزوا. بس عشان بس يبقى متفقين. هما الاثنين اتجوزوا وهما الاثنين ماتوا. خلاص؟ ولكن الفكره في العمر. طيب واذا مات هذا الطفل يبقى ارتاح وريح. لان الطفل ده لو اتولد تخيل بقى. هيعجبهم العدو. لان الطفل ده لو اتولد خلي بالك ده هو جيّر العدوى من اول لحظه تكون فيها صح؟ يعني السن بالنسبه له قد ايه؟ 9 شهور يعني في اول مرحله يعني سكن ده سكن دراسي لان سكن بعد قد ايه؟ بعد شهرين هينزل الطفل بكل مشاكل السكن. طفل اقرع يبقع قرح كوندايلوما غدد من فمه تضخمه ده كده على جنب وبدايات الترشح لان الترشح بقى 2 سنين بس هتبدا الاعراض بقى فيجي له مشاكل في الاورجنز فيقول لك الطفل ده يعيش بالظبط هيكمل هما كام قد ايه مثلا يوصل ايه هو 9 شهور دلوقتي يا عم 9 شهور هيقعد قد ايه لما يخش في السكن ايه؟ ما فيش هيكمل سنه وسنه كده خلاص سنه وثلاث شهور يبدا يجي له ايه؟ سي ان اس هنضرب السي ان اس مش هيموت هيكمل وتشل شل المجال خلاص كويس فيجيله سي ان اس مانيفستيشن ويجيله نيمونيا التهابات رئويه سيفلس ضرب اللنج نيمونيا البا بيسموها البا لان التهاب اللنج معاه تليف فاللنج بتبان بيضاء والتهب هو بيضاء نيمونيا البا والسبلين والليفر بيبقى فيهم انفلاميشن هلاقي هيباتوسبلين وميجر ده طبعا غير مشكل الايه؟ السكر الهيباتوسبلين وميجر والنيمونيا ما بيجوش كمان في الادلت عادي ولا ممكن يجي في الادلت الجامعه عندي في اي اورجن طيب تمام طب يا دكتور لما يضربوا الديفيوز بتاع التيرشي ده لما يحصل له الاعراض بتاعه الكارديو فاسكولار هو اصلا مش مفروض صغير مش هيستحمل كل ده كبير ده هو في سن كام اصلا؟ هيوصل 2 سنين وتبدا توصل معاه كارديو فاسكولار في سن 2 سنين؟ اه وهو لا ده هو لو حصل الكارديو فاسكولار هتحصل بعد فتره بعد الكلينك مش هينزل بيها انا اقصد بعد ما يوصل 2 سنين كويس هيخش في الكارديو فاسكولار بقى مش هيستحمل كل ده اه طبعا ممكن يبقى طبعا الاورتيك انيوريزم ده ممكن ما يجربش ده بالنسبه لبس السيفلس انا بصوا على الورقه كده بسرعه بعد اذنكم على الـ المايند ماب اللي قدام ده هي خلاص نبص على المايند ماب كده نظره سريعه عندنا اتكلمنا الاول على طرق انتقال العدوى كونتاكت وبلاد وبلاسنتا الميكانيزم الريون قسمناها اكوايرد سيفلس وكونجنتال هي الرياكشن اللي الجسم عمله شويه خلايا اتلمت واوعيه دمويه قفلت ونجروس وفايبروس ثلاث مراحل برايمري سكند وتيرشري اول مرحله اللي هي الشنكر تابيور وبين انسر ثاني مرحله وقت الجسم من فوق لتحت السكندري اخر مرحله اللي هي بنقسمها لجمع ايه والديفيوز والديفيوز يا كريم في السي بي اس وفي السي ان اس الكونجنتال سيفلس قلنا ثلاث احتمالات يا اما قبل ابورشن او ستيل بيرث او العيان بيعيش بمشاكل ممكن تموته وثانك يو دول يا ولاد في كتاب القسم الحبه اللي احنا خدناهم دول حوالي 15 صفحه في كتاب القسم متلخصين معاكم في 3 ورقات وما سبناش كلمه. فرجاء ان شاء الله احنا هنخلص المنهج وهنخلص من التحليل الموضوع بسيط جدا. بس انا ليا طلب رجاء ان الكلام ده يتذاكر النهارده لان انا متعود ان انا كده الحصه اللي جايه بسال دايما في الحصه اللي جايه. بسال واحد واحد. فالمره الجايه ان شاء الله تكونوا مذاكرين عشان الدنيا تبقى سهله والباثولوجي يبقى بسيط والحياه تبقى جميله. مش هتعمل سبت خالص؟ نهر الأرض يعني بعد كده. بعد كده مش هتعمل سبت خالص؟ لا مش الشابتر كده بس احنا خدنا في يو سيفلس بس. كويس احنا كويس.
10 صفحات مش موجود في الكتاب ده.